أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. صلاتي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة. هذا الموضوع اليوم رح يكون شيق ومهم كتير إلك اللي بتشاهد واللي بتسمع، وعاوزين نلقي الضوء على موضوع كتير كتير مهم. مثل ما بتعرفوا احنا كتير ما مرات بنتكلم عن تميز المسيح وعن الأمور اللي بيتميز فيها المسيح، يعني أقصد نوع من واحد لا مثيل له، ما فيش يعني كوبي تانية اللي تشبه يسوع المسيح. فهو عجيب، هو فريد، هو متميز، هو شخص، لأنه بكل بساطة هو جاء من السماء كما قال يوحنا المعمدان: الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. فإذا أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة، رح نتكلم عن تفرد المسيح لكن في مجيئه، والتركيز الأكثر على صعوده، وهل يعني مين بيتميز أو بيتفرد أي شخصية تانية في هذا المجال أو في هذا الموضوع. رح نكتشف، رح نبحث مع بعض، ورح ندرس هالموضوع حتى نشوف هل في كوبي تانية من هذا الموضوع.